نروح للقطات دي. بس الاول ايه رايك في التراجع من الدقيقه 71؟ شفنا تراجع غريب جدا غير مبرر لنادي الزمالك. نادي الزمالك كان في نص ملعبه، الرباعي الامامي كان بس مجرد انه بيحلق بيتحرك ببطء شديد جدا، اللياقه البدنيه كانت زي ما انت بتقول قليله بشكل كبير. تبرر بايه جوزيه جوميز انه يروح للاختيار ده، ان انا استنى فريق الكيني واسيب له الاستحواذ؟ هو هيفضل دايما عندنا السؤال، هو ده كان اختيار ولا اجبار؟ انا في رايي انه كان خليط ما بين الاثنين. الاختيار ان انت ترجع ده بطبيعه البني ادم ان هو لما بيحاول يدافع عن الانتصار بتاعه، لكن كان في نوع من الاجبار لان انا بدا معدلي البدني من جديد يتراجع، استخلاصي للكوره قل جدا، استحواذي على الكوره لازم يكون متبوع بان انا لما افقد الكره استعيدها تاني عشان خاطر تستمر الهجمه او يستمر ارهاق المنافس او يستمر احباط. احنا فقدنا بقى القصه دي مع الوقت، فقدناها. والامانه برضو عندي انتقاد شويه لناصر منسي انه في اكتر من كوره كان ممكن الكوره بتطلع وتقف عنده، يعني ناصر واخدها تاني وراجع. لا، في لحظه من لحظات اكتر من كوره كانت بتتلعب له تتمرر، ناصر واخدها تاني وراجع. انا بقى مفتخر الكوره واروح بيها نص ملعب فريق تاني، لو ما خدتهاش هفضل دايما في دايلما بتاعت ان انا مش عارف اخرج الكوره من نص ملعب، وبالتالي الكوره بتتخطف وبالتالي تستمر الهجمات. اللعيبه في الخط الخلفي ما تاخدش نفسها وما تاخدش كامل تركيزها تاني وما تستعيدش تنظيمها. والناحيه التانيه على الجانب الفريق الشرطه الكيني عنده لياقه بدنيه قويه جدا، والباك ليفت عمل يمكن من افضل لاعبي المباراه، الباك ليفت بتاعهم عمل اداء قوي جدا، جداً كان فاتح جدا جدا. هم بشكل عام احنا في الشوط الاول هم متعودين كمان على طبعاً الاجواء دي، الاجواء ما فيش كلام، الاجواء اللي هي نقص الاكسجين ده على فكره بتاثر فعلا على الانسان حتى وهو مش بيلعب، يعني مع الوقت ممكن ياخد بيتعب احيانا، ممكن الناس بتتعب يعني من القصه دي. لكن هو يعني عذر ما اقدرش ان انا اكمل بيه القصه كلها لان في حاجات فنيه زي ما قلت لك مش كلها ليها علاقه بالنفس يعني. لكن احنا في الشوط الاول كان عندنا يعني لو في اخطاء او في ثغرات كانت عندنا كانت تحس ان هي شويه في قلب الدفاع وشويه في الاطراف، لكن في الشوط الثاني قلب الدفاع تماسك شويه بينما الاطراف اتفتحت خالص، كان عندنا مشاكل كبيرة على مستوى الأطراف.